على مستوى المزارع نتاعنا يعني عندهم انتاج طماطم حوالي حد 2500 قنطار اللي موجوده عندنا، يعني كنا نتكلفوا بها يعني باش نمدوها للسوق هذا باش المستهلكين تاعنا 70 دينار للكيلو بالنسبه للبريمير كاتيجوري الاولى و40 دينار الدوزيام كاتيجوري. هي زياده على الطوماطيش عندنا لك شفتوا اليوم الطومور السومة يعني معقوله، ثانيك الطومور عندنا تسوى 150 دينار للرطل في السوق اون باراليل يتسوى حتى 250 220 دينار، يعني كذلك هذه الطومور مطلوبه في الشهر تاع رمضان.